الرسام. اليوم طبعا عندنا حلقة جديدة. طبعا اليوم راح أسوي تورتيلا بسلطة السيزر. ويلا خلينا كلنا نشوف مع بعض المقادير. أول شيء عندنا تورتيلا، وعندنا دجاج مشوي، وعندنا جبنة برميزان، وعندنا خس مقطع، وعندنا زبادي ومايونيز. الحين راح ناخذ تورتيلا ونحطه هنا، ونحط البرميزان، ونحط الخس، ونحط الدجاج. وطبعا الحين راح نحط الزبادي على المايونيز عشان يصير صوص. يعني اللي بيحط ليمون يحط ليمون، عصير ليمون. الحين نبدأ نخلطه. الحين راح نبدأ نحط عليها. طبعا أنا الحين حطيت كثير، المفروض أحط أقل. والحين راح نسكره. تابعتين هذا. الحين راح نحط عليه المناديل. يعني هذا الفطور، هذا الأكل تقدرون تخلونه فطور في المدرسة. والحين راح نسوي واحدة ثانية. أول شيء نحط البرميزان، ونحط الخس، ونحط الدجاج المشوي. الحين بعد ما حطيت الدجاج راح احط الصوص، ما راح اكثر زي اول. الحين راح نقفله زي كذا. زي ما قلت لكم يعني تقدرون تخلونه فطور الصباح في المدرسة. سكرة، نحط هذا. وطبعا زي ما قلت لكم نص الحلقة تقدرون تخلوني يعني فطور المدرسة، أو تخلوني يعني فطور صباحي، يعني بيت أو تفطروا في الصباح. هذا يعني فطور صباحي، إن شاء الله استفدتوا منها وتعرفوا تطبقون. يعني طبقات، يعني تصير 1 2 3 4 5. طبعا هي 6 بس مع ليمون يصير 7. وطبعا إن شاء الله أعجبكم هذه الحلقة، وإن شاء الله أشوفكم حلقة جديدة. يلا باي باي.